لأول مرة منذ 1997 سيتم رفع تعريفة قسيمة السيارات بموجب مشروع قانون المالية 2025. أولاً لازم نفهمه باللي هذا القرار لا يخص جميع المركبات في الجزائر. القرار متعلق بالسيارات المصنفة في خانتي السياحية والنفعية ذات قوة 10 أحصنة فأكثر. وهكذا اختلف مبلغ القسيمة الجديد باختلاف عمر السيارات. التأثير تاعو على المواطن راح يكون هامشي، لأن أغلبية المواطنين ما راحينش يكونوا خاضعين لهذا الإجراء الجديد ولا رفع الأسعار في القسيمة. زيادة تم تبريرها بتعويض زيادة المتعلقة بحركة المرور وسلامة الطرق وتمويل مشاريع النقل العمومي. لذلك إذا استعملنا الإيرادات الجاية من ليفينيات أوتوموبيل لدعم البنى التحتية فهذه أداة مناسبة، ولكن إذا استخدمت الأموال الجاية في إطار تحصيل قسيمة سيارات لأغراض أخرى فهذا النظام يمكن أن يطرح بعض الأسئلة ولا يصبح موضع استنفار من قبل المواطنين. والجديد أيضاً في السماح لمالكي السيارات باقتناء القسيمة عن بعد باستخدام البطاقتين الذهبية والبنكية.